هذا شبينه وابراهيم شب طبينه وهذا تطاير الجراد. عليكم بهالطريقه باسرع وقت ممكن. شو الجراد مع الدخان يطير، ما لكم الا الان. النخيل كله مفعل طباين. نشب طبينه في اي محل، وزع السعف والخمام الرطب من الدخن عليه خلاص. واهم شيء المغرب، فاتت المغرب بس ما يبيت على النخله، نبات على النخله خلاص. صدقت، سلم عليها. صدقت. اهم شيء الجراد ما يبيت فوق النخل. عرق النخل.